صباح الخير متابعين طقس العرب. يسود نهار هذا اليوم أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، ولكن هناك فرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق الجنوبية. بالنسبة لتأثير حياتك والطقس على حياتنا اليومية، ومنبدأ مع الجلسات الخارجية. الجلسات الخارجية في مثل هذه الأجواء جيدة، كون الأجواء مستقرة نهار هذا اليوم ودافئة، ولكن هناك أجواء باردة ليلا. بالنسبة لغسيل السيارات ونشر الغسيل في مثل هذه الأجواء، كون له هطول الأمطار نهار هذا اليوم، فهي ممتازة. أما بالنسبة للبحر الميت وزيارته في مثل هذه الأجواء فهي جيدة، والتسوق الخارجي والداخلي ممتاز، وفرصة وجود الناموس في مثل هذه الأجواء ضعيفة. بالنسبة لتأثير الصحة على حياتنا اليومية في مثل هذه الأجواء، ونبدأ مع الإصابة بالإنفلونزا، فرصتها عالية بسبب الأجواء المتقلبة. الجيوب كذلك الأمر عالية، والربو ضعيف بسبب أن هناك لا غبار في الأجواء. بالنسبة للصداع ضعيف فرصته، أما البرد والرشح والإنفلونزا والروماتيزم فهي عالية بسبب تقلب الأجواء، فهي دافئة نهارا وأجواء باردة ليلا. وأخيرا مع ممارسة الرياضات الخارجية وكرة السلة والقدم والركض ومشي المسافات الطويلة في مثل هذه الأجواء فهي جيدة، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة لممارسة الدراجات الهوائية فهي جيدة. أما بالنسبة للسباحة الخارجية فهي سيئة بسبب برودة المياه في مثل هذه الأجواء المتقلبة. نهاية هذه حياتك والطقس، نذكركم أن المملكة على موعد نهاية هذا الأسبوع من منخفض جوي، سنذكركم بباقي تفاصيله خلال النشرات القادمة التي تبث من طقس العرب. إلى اللقاء.